الصراع بين الحما ومرات الابن، صراع مفيش منه مفر، حصل وبيحصل وهيحصل، حاجة كده زي السم في العسل، والصراع ده من أيام الفراعنة، يعني حاجة من قديم الأزل. الخلافات دي عمرها ما كانت مقتصرة نهائي على الناس العاديين أو الأرياف زي ما بعض الناس مفكرة، لأ دي وصلت لأبهى صورها في العائلات الملكية لأكبر الدول تقدما في العالم. والصراع بين الحما ومرات الابن هو منظور مجتمعي اتشكل على الظاهرة دي ونقلته الأجيال من جيل لجيل لحد ما بقى جزء من حياتنا اليومية، بس مش حاجة ثابتة لأنه بيختلف في اختلاف الأشخاص وطبيعتهم اللي بتتأثر بالعوامل الخارجية زي مثلا الحالة المادية والاجتماعية والثقافية. وبعض الأمهات دي مقتنعة ومعتقدة، لأ وكمان ده عندها غريزة، إن البنت دي خطفت ابنها منها يا حبة عيني اللي ربته وعلمته وكبرته واتعلقت بيه كمان. فتبدأ بقى يا سيدي الأم تلفت انتباه ابنها، ويا سلام لو ما استجابش ليها أو على الأقل ما استجابش ليها بالقدر اللي يرضيها، تبدأ بقى في خلق المشاكل والخلافات. أول مثال هبدأ بيه هي الملكة نفرتيتي وحماتها الملكة تي. الملكة نفرتيتي هي مرات الملك إخناتون، وحماتها مش طايقاها من يوم جوازهم زي ما بيحصل في واقعنا دلوقتي بالظبط، وشايفة بقى ان دي اللي هتيجي تأمر وتنهي. والحقيقة التاريخية بتقول ان الملكة تي كانت بتغير من جمال الملكة نفرتيتي ومكانتها الاجتماعية، وكمان كالعادة طبعا والمألوف انها كانت عاوزة تجوز الملك إخناتون بنت من العيلة الملكية. وطبعا استغلت الملكة تي مكانتها عند ابنها وبدأت تخلق المشاكل بينهم، بس برغم كده الملكة نفرتيتي قدرت تكسب جوزها وتكسب حب العيلة الملكية ووقفت جنبه وساعدته لحد ما وصل لكرسي الحكم. لكن بعد ما الملك إخناتون وصل لكرسي الحكم حصلت حاجة غريبة، وهي ان الملكة نفرتيتي اختفت ومحدش يعرف ايه السبب، وبيقولوا ان سبب اختفائها او ورا سبب اختفائها هي حماتها الملكة تي. تاني مثال معانا وهي الملكة ليتيسيا وحماتها الملكة صوفيا، واتنشرت اخبار وصور وفيديوهات كتير جدا بتثبت توتر العلاقة بينهم. وحصل موقف في مايوركا يوم عيد الفصح، وكانت صوفيا عاوزة تاخد صورة مع احفادها، بس ليتيسيا وقفت قدامهم ومنعتهم انهم يتصوروا مع جدتهم. واتدخل وقتها الملك فيليب السادس ملك اسبانيا وجوز الملكة ليتيسيا عشان يحل المشكلة، والملكة صوفيا كانت شايلة من الملكة ليتيسيا عشان خاطر هي كانت من العوام وكان جدها سواق على عربية أجرة، وليتيسيا نفسها كانت مراسلة أخبار عادية، ده غير أصلا إنها كانت مطلقة. حد ممكن يقول لي مطلقة إزاي؟ طيب مطلقة هو المسيحيين أصلا عندهم طلاق؟ هقولك يا سيدي إن الحسن حظ الملكة ليتيسيا إن جوازها كان مدني، يعني ما تمش في كنيسة، لأن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ما بتعترفش اصلا بالطلاق. تالت مثال معانا وهي بيرجيت ماكرون. سنة 2017 ظهر كتاب للصحفية اسمها انا في دولة بعنوان ماكرون الشاب المثالي، وبالمناسبة ماكرون ده اللي هو الرئيس الفرنسي، كانت بتتكلم فيه عن علاقة ماكرون بمراته واللي عبرت فيه عن ان حماد بيرجيت مش حباها لانها اتجوزت ابنها وهي اكبر منه ب 25 سنة، ده غير انها كانت مدرسته وواخدة منها موقف على انها سبب في ان ابنها مش قادر يخلف ويجيب لها احفاد، زي المشاكل المعتادة في مجتمعنا دلوقتي ان هما ما بيقبلوش ان الراجل يتجوز ست اكبر منه. رابع مثال وهي كيت ميدلتون وجدة جوزها الملكة اليزابيث الثانية، والخلاف حصل بينهم بسبب ان كيت كانت عاوزة تبعد ابنها عن القصر الملكي عشان تمنعه من التأثير السلبي للعيلة الملكية، وتقال انهم ما بطلوش خلافات بينهم وبين بعض من ساعة ما
اتجوزت كيت من ويليام حفيد الملكة إليزابيث، وكان من بعض الخلافات دي طريقة لبس الأميرة كيت وبعض تصرفاتها، ده غير انها كانت بتصرف مصاريف كتير جدا. بس الملكة إليزابيث اصلا عاملة مشاكل مع اي ست تدخل العيلة الملكية، واهم مثال الأميرة ديانا ام الأمير ويليام ومرات الأمير تشارلز الابن الكبير للملكة إليزابيث. وطبعا موضوعها معروف جدا والكل كان حابب ديانا الا الملكة إليزابيث. ووصل الخلاف بينهم ان الملكة إليزابيث امرت الأميرة ديانا انها تبعد عن ابنها وتتطلق منه سنة 1996. وفي الوقت ده بقى الراجل بيكون طالع عينه وفي حيرة كبيرة جدا بين طرفين مهمين جدا في حياته، امه ومراته. فهقولك يا سيدي شوية نصايح قالها بعض دكاترة علم النفس. حاول انك تفهم الاتنين او الطرفين اللي هي امك ومراتك ان حبك ليهم مختلف تماما، يعني حبك لمراتك اكيد هيختلف تماما عن حبك لامك، فمفيش داعي خالص للتنافس بينهم. وحاول يا سيدي تخليهم صحاب مع بعض، يعني قول كلام حلو في حق امك قدام مراتك وفي حق مراتك قدام امك. وطبيعتنا البشرية اصلا بتميل لكده وبتحب كده، يعني احنا في الطبيعي لما حد بيحكي لنا كلام حلو عن حد ما نعرفوش بنكون حابين ان احنا نتعرف عليه اصلا ونتعامل معاه، فمش صعب خالص والله انك تصنع جو من الحب والود بينهم. صدقني انت اللي هترتاح وهتكسب رضا الاثنين. ومن ناحية تانية لازم تكون الام فاهمة ومدركة ومقتنعة ان دي سنة الحياة، وانها برضو في يوم من الايام اتجوزت واحد امه كانت بتحبه، ومرات الابن تكون فاهمة برضو مقتنعة ان حماتها دي مش عدو خالص والله. ومش لازم بقى كل شوية تزن على جوزها واحنا عاوزين نخلص من كلام امك والمشاكل بتاعت امك والكلام اللي بيتقال في ايامنا دلوقتي، لا بالعكس، ده انت تكسبي رضاها بكلمتين حلوين وتكوني مقتنعة تماما ان رضاها ده حاجة عظيمة جدا. وصدقين انت وقتها هتكوني مبسوطة جدا من رد فعلها، لان ابسط حاجة خالص هتعاملك زي بنتها، وفي الوقت ده انت هتكوني كسبت ام تانية ليك. وحاولوا يا جماعة تعملوا بوصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، تهادوا تحابوا، والهدايا دي تسيب اثر نفسي حلو وقوي جدا على الطرفين، ده غير انها بتزرع المحبة بينهم. وانت يا سيدي لما يكون الاتنين متجمعين في مكان واحد ما تحاولش تأفور في حبك لمراتك قدام امك، وما تحاولش تأفور في حبك لامك قدام مراتك، يا بنكسب الاتنين. وعشان كده حابب اختم الفيديو بتاع النهاردة بان خلاف الحموات ده شر لابد منه، وانت بقى يا ابني حاول تعدل بين الاتنين، لان في الاخر انت اللي هيجرالك حاجة، يا هتتجنن يا هتتجنن. وبكده يكون خلص الفيديو بتاع النهاردة. لا استنى يا عم، لكل قاعدة شواذ، وفي حموات فعلا بيكون الام التانية لمرات ابنهم وبيعاملوهم زي بناتهم بالظبط، وعلى رأي المثل اللي حماتها بتحبها الشمس بتطلع لها. وبكده يكون خلص الفيديو بتاع النهاردة، ولو عندك اي استفسار او اي تعليق ياريت تكتبه لنا في الكومنتات تحت ونرد عليك ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.